اهلا بكم من جديد، بنحيي كل اللي انضم لمتابعتنا ومشينا لواحده من المناطق الحلوه شديد والمحببه لكل اهل السودان، واللي احنا بنلقى فيها شيء خاص وبنلقى فيها تفاصيلها الخاصه المحتفظه بها، ودارفور بلدنا، دارفور الحبيبه اللي بنحبها شديد واللي فيها كثير من المساحات الجميله، سواء كان في تراث الدارفوري اللي لا زال حتى الان هو بيحتفظ بكثير من بريقه وبيحتفظ بتفاصيله الجميله في ايقاعاته المختلفه، في تفاصيل الانسان الدارفوري، في حتى الاشياء المرتبطه بهم في دارفور بصوره عامه. تراث دارفور واحد من المساحات الجميلة جدا اللي حنتكلم عنها من خلال هذه المساحة، ومعا من أجل السلام نحن بنرحب كثير بالأستاذ الهادي آدماي آدم عبد الله، الباحث في تراث دارفور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، وتحية لك كمان مجاهد آدم زكريا، أهلا وسهلا بك، وحتجمل مساءاتنا الليلة من خلال مجموعة من الألحان الدارفورية الجميلة. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، وأهلا بقناة الصراخ الفضائية، وأشكر كل المتابعين بالداخل وخارج الوطن، أتمنى لهم متابعة طيبة. طبعا المساحة دي حتكون مساحة خاصة وجميلة جدا، يعني احنا حنحتفي فيها بدارفور بكل جماليات الموجودة فيها وبتفاصيلها وبزخمها وبمعظم الحاجات اللي احنا بنحبها في دارفور من خلال الفن ومن خلال التراث، وممكن كثير من الناس هم حيعرفوا تفاصيل حلوة شديد في دارفور، لكن حنجيك يا مجاهد نسمع أول حاجة. بنسمع بنية مزولة، كلمات والحان الأستاذ سلمان عطية، ربنا يديه الصحة والعافية. اللهم آمين. طيب نسمع. شوفوها طلت كيف بريني بوصولة، بنية مسؤولة بالرواج الأولى، شوفوها طلت كيف وبريني بوصولة، شوفوها طلت كيف وفينا بوصولة، اتكلمت بسمت كلام ضو شروق، اتكلمت بسمت كلام ضو شروق، ملت القلوب افراح بحي ومهنا وزوق، بنية جدولة بنية مسؤولة في الرواية الطولة، شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة، اتكلمت بسمات كلام ضو شروق، اتكلمت بسمات كلام ضو شروق، ملت القلوب افراح بحي ومهنا وذوق، بنية جدولة بنية مسؤولة في الرواية الأولى، شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة،
أنا مونديش أفرا ركزت مشاري أشوك أنا مونديش أفرا ركزت مشاري أشوك يا ناس حبيبتي ملاك بحالة ما مصدوم تبيني يا جدولة تبيني يا مسؤولة بالروة جدولة شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة خنيت عليها كتير وخوني بريد قولا خنيت عليها كتير وخوني بريد قولا ما تقولوا لي جنيت انا جت بريد زولا في الرواجة الاولى بنية مسؤولة في الرواجة الاولى شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة خنيت عليها كتير وخوني بريد قولا خنيت عليها كتير وخوني بريد قولا ما تقول لي جنيت انا جت بريد قولا في الرواية الاولى بنية مسؤولة في الرواية الاولى شوفوها طلت كيف وفريني بوصولة بنية مسؤولة في الرواية الأولى شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة بنية مسؤولة في الرواية الأولى شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة شوفوها طلت كيف 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 بنية مسؤولة في الرواية الأولى شوفوها طلت كيف وفرينا بوصولة يا سلام يا سلام. شكرا لك كثير يا مجاهد وشكرا كمان لكل الفرقة الموسيقية المصاحبة الموجودة معك. نحن بنحييهم. وأستاذ الهادي يعني التفاصيل الجميلة في دارفور وإيقاعاتها تحديدا يعني اللي بتتميز بأنها هي متنوعة واختلافة باختلاف المنطقة. يعني احنا لو تكلمنا عن إيقاعات منتشرة في دارفور بشمالها وجنوبها وفي وسط دارفور وشرق دارفور وغيرها بنلقى انه الإيقاعات مختلفة في دارفور. يعني احنا بنتكلم عن أم كيكي عن المردوم عن التفاصيل بتاعت الآلات حتى النجارة الكيتا غيرها من التفاصيل دي اللي عندها ارتباط بدارفور. خلينا نتكلم عن الإيقاع الدارفوري وتميزه. بتختلف من المناطق او بتختلف من القبائل الموجوده هناك. طبعا في دارفور طبعا مزيج من في قبائل عربيه وفي قبائل غير عربيه. ممكن يكون في زي الجراري والحجوري والتانجي والكشوب وكثير من الايقاعات الدارفوريه هي متنوعه وموجوده في دارفور. مربوطه بمنطقه محدده؟ اي منطقه عندها ايقاع برا ولا هي في معممه في دارفور بسرعه؟ في دارفور تشابه الايقاعات في جميع انحاء السودان لانه اصلا الثقافه السودانيه ممكن تكون متقاربه مع بعض. لانه تلقى الايقاع مثلا بتاع الطنبور موجود في الشماليه وموجود في دارفور. صحيح. تلقى الجراري موجود في دارفور وموجود في كردفان. يعني كثير من الايقاعات حتى الجلد ده موجود اصلا في دارفور يعني قبل الشماليه ذاته حتى موجود في شرق السودان. يعني كثير من الايقاعات وكثير من الحاجات الثقافيه بتجمع الشعب السوداني كله في بوتقه واحد جانب الثقافي. لكن الاشكال بس انه عدم اظهار الثقافات او عدم الالمام
ونحن يعني سعيدين اللي يكون في استضافه في قناه الشروق عشان الناس تقدر تعبر عن حاجات عن ثقافات عن كده. يمكن الناس هي بتسمع عن ايقاعات دارفور لكن التفاصيل الموجوده فيها هي اللي ممكن تكون غايبه عنها. انا عاوزه امشي بك يا استاذ الهادي لانه بالرغم من انه في تفاصيل كثيره مربوطه في بانه ايقاعات دارفور هي قد تكون شامله وقد يكون جزء كبير منها هو موجود ما بين شمال السودان واللي انت قلت انه في تقاطعات بتكون موجوده ما بين اللي عنده دارفوري خاص او اللي عنده علاقه بكل السودان زي الطنبور زي ما اسلفت وقلت زي الجراري والمردوم الموجود في كردفان وموجود عندكم، لكن في ايقاعات ممكن تكون هي موجوده في دارفور بصوره خاصه لخصوصيه المنطقه اللي هي ممكن تكون عندها مناسبات مختلفه. دارفور ممكن تحتفي بايقاعاتها من خلال الحصاد اللي بيعتبر هو موسم بالنسبه له وعنده ايقاعات. طبعا الايقاعات الخاصه بدارفور هي ايقاعات كثيره، هسه مثلا زي الجراري ممكن يكون موجود في دارفور بس او القبائل اللي عندها امتداد مثلا من دارفور، في قبائل موجوده مثلا في كردفان هي عندها علاقه بدارفور، في قبائل موجوده مثلا في الجزيره عندها علاقه بدارفور، لكن الايقاعات اصلا من دارفور هي الجراري، في الكشوك ما موجود في كل انحاء السودان، في التانجيب ما موجود، في كثير من الايقاعات ما موجوده في 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 مناطق عندها ارتباط بالمناسبات بصوره كبيره. يعني الحصاد عنده ايقاعاته المختلفه، النفير عنده ايقاع، طبعا طبعا كل مناسبه عندها حاجاتها، حتى في حاجات السير المناسبات الاعراس الحصاد كل مناسبه عندها حاجاتها بترتبط بالحدث بتاعها في الاعداد التقاليد او في الايقاعات بتاعها. الفرنجبيه برضه هي واحده من الايقاعات في المناسبات تقريبا هي والله ما كلها انها دارفور، في جزء معين بيشتغلوا بالفرنجبيه. يعني دارفور فيها برضه مزيج، في قبائل عربيه برضه بتشتغل عندها ايقاعاتها برضه خاصه بها بتشتغل في الحاجات دي. بالرغم من انه يعني دارفور في مناطق كبيره هي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة إلى أنها لا زالت حتى الآن بتحتفظ بتفاصيلها، بتحتفظ بتراثها وبتحتفظ بالإنسان الدارفوري اللي عنده نكهته الخاصة. وأصلاً مدام أصلاً موجود الإنسان الثقافة والتراث تكون موجود. الحروب ممكن تكون نتجت حياة كثيرة جداً جداً أثرت على على على, على, على إبراز الثقافة، أثرت على حياة كثيرة جداً جداً، لكن الثقافة موجودة بحتاج أن الناس تنفذ منها الخبار، بحتاج تبرزها، لكن الثقافة أصلاً موجودة ماشية معانا لأن الناس قاعدة تزرع، الناس قاعدة تعمل مناسبات أعراس مثلا، الناس عندها كثير من الحاجات الاحتفالات السنوية، الأعياد، الزيارات، موسم الخريف ذاته في الزراعة عندها حصاد عندها، يعني الحاجات دي موجودة وثوابت الناس بتمارسها في حياتها اليومية للشباب في الإرث الثقافي بتاعها اللي بتشكل في التراث حقها، دي ما بتنتهي لأنه أصلا ما دام أصلا موجود الإنسان بيكون موجود، لكن بس عدم التطوير هي محتاجة لتطوير، محتاجة لإبرازها، ممكن تكون موجودة يعني في دوائر محدده او عندهم فئات محدده لكن ما معرفه للعام. فاحنا محتاجين انه يكون في تعريف عبر قنوات قناه الشروق عبر كل القنوات السودانيه والعالميه انها تقدر تسحر التراث الثقافي الدارفوري وكل السوداني، علشان الناس تقدر تتعرف على التراث الثقافي حقنا وحق الكل الاخرين، ننتقل من الاخاني الحديثه نشوف اول حقنا احنا الارث الثقافي حقنا ونطور ونوديه جدا. دي الحاجة اللي ممكن هو الفن بيقدمها يعني، والفنانين في دارفور هم أكثر الناس اللي عندهم منابر وعندهم رسالة ممكن يقدموها. ومجاهد رأيك شنو تغني لنا السلامة بنجيبه؟ فخلني أغنية السلامة نجيبه كلمات والحان دكتور محمد أحمد مالة، ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله يا رب، ودي رسالتكم طبعا. أيوة نعم، وربنا ينعم السودان بالأمن والاستقرار ان شاء الله، وعم السلام ان شاء الله. ان شاء الله نسمع السلام اللي بنجيبه. جنوب خريف سلام نجيبوه نوقف الحريف عشان بلدنا، شرق جنوب خريف سلام نجيبوه نوقف الحريف عشان بلدنا، we'll be right back.
أردنتنا يا قوة أمنه الدرب شريك جنوب غريب سلام نجيبه نوقف الحرب كسل الجبل مرة كمان نزورك وداكور طوفان الغرة كمان نزورك وداكور طوفان الغرة من هلفة لجنينة من هلفة لجنينة سلامة الدرب شريك جنوب خريف سلام نجيبه نوقف الحرب عشان بلدنا
سلام. شكرا يا مجاهد، شكرا شكرا للرسالة الحقيقية يعني اللي بيديها الفن بصورة عامة وفي دارفور تحديدا، ويمكن ده التراث الغنائي الدارفوري اللي بيعكس الهوية السودانية، والمعروف انه هو بيعكس حضارة ومرآة لحضارة منطقة بعينها، لا سيما دارفور في ذات نفسها الغنية بالمعاني وبالدلالات، واللي بتساعد بصورة كبيرة لنا هي تكون منبر من خلاله تقدر توعي شعبها وتوعي المنطقة بصورة عامة. نتكلم عن الدلالات والمعاني الموجودة في التراث الدارفوري بصورة عامة أستاذ الهادي. والله طبعا المعاني كبيرة جدا جدا، يعني دارفور هي ممكن تكون منطقة ذات بعد ثقافي واستراتيجي كبير جدا جدا بالنسبة للسودان، لكن عدم تعريف مثلا في أو تاريخ الكتباء في الدولة السودانية أو في المناهج السودانية هي ممكن تكون استغفلت كثير وأجحفت كثير في حق دارفور، لكن نتمنى إنه هي ذات ممكن تكون من أسباب السلام، ونحن نطالب بإنه السلام يجي، وأسباب الحرب ونحن نطالب إنه الحرب إنه يتقف، بس إنه نمشي لقدام. نحن محتاجين إنه الناس تعبر عن ذاتها ويكون في يعني أساس الحقوق والواجبات بالنسبة للإنسان السوداني أو للسودانيين عموماً، أساس الناس تقدر تبرز المعاني بتاعتها وتبرز الجوهرة بتاعت الثقافة الدارفورية على مستوى العالم أو على مستوى السودان، على أساس الناس تقدر تتعرف أكثر. ممكن الناس عارفين جزئية بسيطة جداً جداً عن دارفور، حتى الآن أنا قاعد أشوف في تقييمي، لأن دارفور هي يمكن بوطة كبيرة جداً جداً فيها كثير من التراث الثقافي المتنوع، لكن عدم ظهوره على مستوى الإعلام هو واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون منقوصة، إنه ناس الإنسان الدارفوري يقدر يعبر عن هويته عن هويته وعن تفاصيله. المعروف إنه هو يعني غني جدا، يعني دارفور يمكن هي موجود فيها كثير من التفاصيل غير التنوع الموجود فيها، سواء كان من القبائل، سواء كان مجال الزراعة، سواء كان حتى يعني مختلف المجالات الموجودة فيها. بس لو أخذنا بجانب الفن والإبداع والتراث الموجود في دارفور، ممكن يكون هو مساحة لأنه الناس تقدر تعكس ثقافة منطقة وتبين هويتها بصورة كبيرة. وأنا كمان بتمنى برضه يعني قناة الشروق يوم من الأيام تمشي دارفور مباشرة عشان تقدر تتعرف على التراث بشكل حقيقي. إحنا حنجيهم إن شاء الله. لأنه مهما عملنا ما حنقدر يعني نحكيس حتى ولو جزئية صغيرة عن تراث دارفور، لأنه تراث حجمه كبير جدا جدا في التنوع ذاته، حسب التنوع المناطقي والجغرافي والثقافي، كل منطقة بتمشي تلقى اختلاف كثير كبير جدا جدا في البيئة والتراث والثقافات والحضارات. أنت بتمشي هناك بتنزهر. المفترض إنه يكون في يعني حتى تكون في تأسيس بتاعت متاحف، في تأسيس بتاعت قرى سياحية، على أساس إنه الناس تقدر تمشي تزور دارفور وتتعرف على الحضارات الدارفورية والتراث الدارفوري الموجود هناك. لأن أنا بشوف إنه بكرس على تأسيس هوية سودانية، نحن نقدر عبر ممكن نقدر نخاطب نفسنا والعالم إنه نحن ده قدرنا أو ده حجمنا الطبيعي، عبر الحاجات بتاعتنا اللي بيكون معرقه أو الحاجات بتاعتنا الموجودة على مستوى الدولة السودانية أو على مستوى دارفور. لأن نحن نشوف هنا سواء بتخصنا نحن في حضاراتنا وفي ثقافاتنا، محتاجين إنه نبحرها ومحتاجين نصحرها. كيف لازم زي ما الأستاذ مجاهد قال نوقف الحرب ونجيب السلام، نحن لابد إنه ننطلق لمرحلة جديدة، نوقف الحرب ده بأي شكل إن كان، ونكمل اتفاقية السلام، ونحاول إنه نسرع إنه نطوي ملف الحرب ونوقف الصراعات الموجودة، بس إنه نقدر نصحر الحاجات الظريفة أو التراث أو الثقافات اللي اندثرت، محتاجين نصحرها لقدام إن شاء الله. أستاذ الهادي، يعني بالحديث عن تراث دارفور بصورة عامة، بالضروري إنه نتوقف عن نقطة مهمة جدا، يعني التراث الدارفوري الموجود فيه كثير من التفاصيل والزخم الإبداعية والجمالية، إلى إنه يتميز بين وجود الحكامات فيه هي قادر لأنه يصنع الحرب أو يوقفها، وقادرين الحكامات إنه هم يضعوا قرارات مصيرية يعني في مناطقهم وفي قراهم وفي المنطقة اللي هي موجودة فيها، قادرين أن تصنع قرار مصيري في المنطقة. تأثير الحكامة باعتبارنا هي زولة مؤثرة في المجتمع في التراث الدارفوري بصورة عامة منذ قديم الأزل وحتى الآن. والله طبعا هسه عندنا بعض المناطق في دارفور ممكن الحكامة تكون عندها أثر، ممكن يموتوا 1000 2000 نفر في كلام بتاع حكام مثلا في ابيات شعر او قناء اللي جرى الناس على خوض الحرب. ممكن برضه تكون مؤثره عندها حاجات بتضيفها مثلا معنويه انها تقدر تجمد الحرب، لكن نتمنى انه الحاجات السالبه تتجمد في الفتره الحاليه، ونتمنى انه كيف تصل الرساله لكل المجتمع الدارفوري ممكن في الشيخ بتاع الحكامات بالذات، انه يحول الخطاب من الحرب الى السلام، يحول مثلا من الاحباط لرفع الروح المعنويه. ده محتاج مننا عمل جماعي كلنا نحن، على اساس انه نقدر نوصل الرساله دي، نقدر ننتقل للمرحله بتاعت
التعافي من الحروب، نمشي للسلام ونمشي لبرز الهويه بتاعتنا والثقافات حقتنا ان شاء الله. والمعروف انه يعني انسان دارفور هو انسان جميل جدا يا مجاهد، بما يحمل من معاني حلوه ومن تفاصيل جميله، وبانه هو قادر لانه يتجاوز كثير من الكبوات اللي مرت به. ونحن حنغني للزول الجميل ده، رايك شنو؟ جدا الزول الجميل طبعا كلمات استاذنا الجميل سلمان عطية، ربنا يديه الصحة والعافية. جميل، طيب نسمع زول جميل. جميل قاسي غيابه، رجينا والصبر طلها با. أقول الجميل قاسي غيابه، رجينا والصبر طلها با. كان الخريف هالناس يهابا، ودار نورت بيت إرهابا. كان الخريف هالناس يهابا، ودار نورت بيت إرهابا. الراخي الأصيل ما بيتقابا، والوشرة والأحد بيتقابا. كلامه عبيد للأحلى أهل مغامة، نغني لمنغى الخالي كلامه عبيد للأحلى أهل مغامة. الريد واللولي بطول أياما علينا يوم تهني تعب منا. حسول الجميل وجينا بالصبر طلع حباب. الناس الحنان تترس هابا، ديارنا وترابا. الناس الهنن تترس هابا، والناس في ديارنا وترابا. تقع ابو السماء الشبابا في حلقة النجاة عقر الكتاب. حصول الجميل قاسي غيابا، فجينا بالصبر طلع حبابا. والميس في ديارنا هو ترابا. الناس الهنان تترس هابا، والميس في ديارنا هو ترابا. تقع ابو السماء الشبابا في حفلة النجاة عقر الكتاب. حصول الجميل قاسي غيابا، جينا بالصبر طلع حبابا. حصول الجميل قاسي غيابا، جينا بالصبر طلع حبابا. Thank you.
حبابا. التحية للزول الجميل المجسد في إنسان دارفور بصورة عامة، الجميل بتفاصيله، الجميل بثقافته، الجميل بتراثه، الجميل بكل ما يملك من تفاصيل حلوة. وإحنا عايزين نمشي للمناطق بصورة عامة، كده إحنا تكلمنا عن تفاصيل الإيقاعات والآلات الموجودة في دارفور، وتكلمنا عن الترقبية الموجودة في واحدة من المناطق، ويمكن ارتباطها بالمناسبات، وإنه هو في المناسبات بصورة عامة بتفاصيل. أنا عاوز أتكلم معاك يا أستاذ الهادى عن طريق عن الرقيص والإيقاعات الدارفورية، يمكن عندها طريقة رقيص وأزياء مختلفة ومميزة، ودي ميزتهم دون عن مختلف أنحاء السودان. طبعا الرقيص هو ممكن يكون برضو مختلف من منطقة لمنطقة، ومختلف حسب الإيقاعات برضو، لأنه كله مثلا إيقاع مثلا الجراري مثلا تلقى طريقته مثلا براو في حب التصفيق، وفي التصفيق أزياء مختلفة وتفاصيلها. مثلا الحجوري برضو عنده إيقاعات وأغاني محددة، وعنده لعبة بطريقة معروفة، وعندك الكشوف برضو كل إيقاع عنده ميزات محددة بتمتع به مثلا في الإيقاع بتاعه، مثلا عبر الرقصة بتاعت الشعبية، أو عبر النجارة بتاعت اللي بيدقوها، أو عبر الصبغات بتاعت اللي بيعملوها. بتختلف الحاجات دي، كل واحدة عندها دلالات، عندها دلالات مختلفة متنوعة حسب المناطق وحسب القبائل الموجودة هناك. في ممكن تكون خواص مشتركة كثيرة، لكن كل إثنية محددة عندها حاجات بتفرد بابرة، لكن في كثير من الحاجات بتكون متشابهة الناس بتلخي فيها، لكن أغلبيتها كل الناس عندهم حياتهم مختصة. جميل. حسب المناطق. كيف ممكن يكون التراث عنده دوره الكبير اللي بيلعبه في إنه هو يصنع السلام، وإنه تضع الحرب أوزارها؟ التراث أصل الهوية السودانية. التراث هو بيعتبر إنه بيعرف الإنسان ذاته، لأنه الإنسان أصلاً هو شنو يعني معناه. الإنسان ده ما عنده حضارات وعنده إرث تاريخي وثقافي، الحاجات دي بتعرف الإنسان. التراث هو بيعبر عن ذات الإنسان وعن هوية الإنسان نفسه، فبالتالي التراث عنده أثر كبير جدا جدا في السلام والتعايش السلمي والمحبة، في حالة إنه الناس تقدر تبرز التراث بحقيقته وتكون تحتفل به على مستوى المناطق وخيره، بدل إنه الناس تقدر تطوق طبول الحرب، ممكن تطوق طبول التعايش السلمي والوئام، وتخش في الأجواء الثقافية والتراث، على أساس إن الناس تقدر تطلع جوا من جوا إنه الإحفاء والسلام. فأنا يعني بشوف إنه الناس لو ركزت في الجانب بتاعت التراث والثقافة، ممكن إحنا ننتشل من حياة كثيرة جدا جدا، ونصنع إنسان متجدد فيه حياة كثيرة جدا، إنسان سوداني يقدر يعبر عن ذاته وعن حبه لوطنه ذاته. لأنه إحنا إذا ما رجعنا للحضارات بتاعتنا ولا ثقافتنا، ما بنقدر نحب وطننا، لأنه ما بنعرف ذاتنا أصلا شنو. لكن لما نرجع لهويتنا إحنا ولثقافتنا إحنا، بنقدر نعبر عن ذاتنا. أستاذ الهادي، يعني يمكن أنا في بداية الحوار لحد الآن تطرقت لكثير من النواحي، تكلمنا عن الحكامات، وتكلمنا عن الرقيص وعن دلالاته في الأزياء، وإنه السيدات عموما في دارفور والمرأة الدارفورية هي عندها مساحتها الخاصة في دارفور، وعندها تأثيرها العميق يعني اللي هي وجدته فيه. وتكلمت برضو عن تأثير التراث الدارفوري، وإنه هو كيف بيأثر في صناعة السلام أو حتى الحرب بصورة عامة. أنا عاوزة أتعرف على دور المرأة في دارفور، واللي عندها يمكن مساحة كبيرة، خلينا نقول إنها هي العمود الأساسي في دارفور برضو، وإنها عندها مساحة كبيرة من خلال البيت قبل ما يكون المنطقة بصورة عامة. هي المرأة طبعا دفعت فاتورة الحرب كلها، وهي ممكن تكون برضه حملت البندقية، لأنه الحرب كان على مستوى دارفور عموما، وهي ممكن تكون حملت على أكتافها كل المعاناة، وحتى الآن موجودة في معسكرات النازحين واللاجئين. حتى الناس ما موجودين في معسكرات النازحين واللاجئين هم فقدوا ممكن أعز الناس لهم، آبائهم، أخوانهم، زراعتهم من زمان، القرى بتاعتهم ذاتها بقت ما زال المستوى التعليم فيه متدهور، الصحة متدهورة. المرأة السودانية هي قاعدة تدفع كل الفواتير بتاعت الحياة ده بأنواع
المرأة يعني المرأة الدارفورية بالذات هي ممكن تكون ممكن هي عندها قدرة إنها تقدر تنتج ذاتها في نفس الوقت بتزرع، لأن أصلا شايل البيت هي 90% من الرجل. يعني دور كبير جدا جدا، دور دور عظيم جدا جدا لاحترامنا الخاص. وهي ممكن تكون عندها دور كبير جدا جدا في صناعة السلام. صناعة السلام عندها برضه متطلبات الأساسية إن الشعب السوداني كله يصل لنية وخالص إنه يكون في سلام وإنه الناس تكون متعافية. وممكن تكون الأزمة الكبيرة ممكن بتواجهها هي المشكلة بتاعت الزراعة في الخريف وكده، لكن الكلام ده كله إذا نشل السلاح من المستوى دارفور وخيره ممكن يكون في سلام في معفة في هنا. لكن اللي بيتمنى كمان إنه يعني الناس ترجع لصوت العقل والحكمة إنها تقدر توقف طبول الحرب عشان تفشل السلام. الدور الكبير، الدور الكبير. والمرأة هي عندها رسالة عظيمة جدا جدا ممكن توصلها، لكن محتاجة لبيئة، والبيئة نتمنى إنها تدور في الفترة الجاية تقدر تحقق السلام. هو يمكن نقول نحن يا أستاذ الهادي إنه دور متكامل ما بين المرأة والرجل، وحتى إذا وسعنا الإطار بأنها ممكن تقول دوركم كمثقفين وباحثين في التراث الدارفوري بصورة عامة، ودوركم كفنانين كمساحة أو منبر مهم جدا من خلال ممكن توصل الرسالة. إحنا وصلنا لختام المساحة دي، حنسمع منك بالتأكيد يا مجاهد لحن الختام. شكرا لك كثير أستاذ الهادي آدم أي آدم عبد الله الباحث في تراث دارفور، لك التحية. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين. لك التحية المجاهد آدم. نحن برضو بنحييكم، نشكرك على الكلمات الجميلة صراحة والأغنيات الجميلة إحنا سمعناها، واللي فيها فعلا رسالة واضحة وكان منبر حقيقي للفنانة دارفور. شكرا لك. نعم. بنسمع أغنية سيرة، وقبل ما أنه يا أخي بنرسل التحية للفرقة الموسيقية بقيادة علاء الدين أحمد سحنون والأخ الجميل عبد الله أحمد والأخ أستاذ معمون، والتحية أيضا لزميلي مصطفى سحنون الفنان مصطفى سحنون، وأيضا الأخ مجاهد الصادق والأخ مبارك لهم التحية. وبنسمة سودانية لي حنونة كلمات والحان الشاعر سليمان عطية. طيب نحن قبل ما نختم حنقوم نحيي كل المشاهدين اللي بتابعونا من خلال المساحة دي، وبنقول لهم بالتأكيد كانت مساحة يعني بتجمع بيننا وبينكم من خلال ظلال الأصيل لهذا اليوم، واللي حاولنا من خلاله إنه نحن نتطرق لمجموعة من الفقرات اللي تنوعت وتجولت في المناطق. يعني إحنا حاولنا نمشي للنيل الأبيض والمناطق الدوبيت، وكيف إنه قدرنا ننقل تراث المنطقة بصورة عامة مرورا بدارفور الجميلة اللي كان فيها كثير من التفاصيل الحلوة والسمحة اللي احنا نزلنا فيها وهبطنا فيها سلاما زي أي زول بيمشي لأرض دارفور الغنية بتفاصيلها الجميلة والسمحة. خلينا نحييكم ونوعدكم بالتأكيد بحلقات قادمات من ظلال الأصيل. أقعدوا عافية، في أمان الله. Hey.
Sifatati Boracia. Sifatati